اسمي ايمان حمدي فراغ، واحنا يعني بنشكر كل اللي ساهم في المدرسه دي صراحه، اللي هي مدرسه تجربه جديده لرياض الاطفال. اول حكوميه ولا خاصه؟ لا، مدرسه حكوميه. تمام. هي مدرسه حكوميه ومش لغات، يعني مدرسه عاديه، وهي مبنيه لرياض الاطفال فقط، يعني ما عندناش ابتدائي. دي كانت ميزه كل معلم رياض اطفال كانت بتحلم بيها، ان هي تبقى مستقله بذاتها، يعني تبقى مدرسه مستقله مش ملحقه باي مرحله ثانيه. وده بيخلينا طبعا نهتم بالاطفال جدا، واحنا طبعا مهتمين بالاول، بس الاهتمام بيبقى زياده، ان احنا بالمكان كله رياض اطفال فقط. هو ده الميزه والتجربه اللي موجوده عندنا دي، وهي مدرسه حكومية عادية وفيها 8 طعام. وأول افتتاح ليها كان السنة دي. السنة دي بس؟ السنة دي بس. تمام. اتشرفنا. بدأتوا بكي جي 1 وكي جي 2؟ كي جي 1 عندنا 3 طعام، 2 كي جي 1 وواحدة كي جي 2. تمام. ويعني احنا شعرنا ان الطفل من حقه ياخد تعليم افضل. تمام. سيادة المحافظ جه افتتحها في يوم عيد بني سويف القومي، افتتحها المحافظ اللواء الشريف حبيب، المهندس شريف حبيب، وجه معاه وكيل الوزارة، قيادات المحافظة يعني. تمام. ومدير الأمن، وجم كانوا مبسوطين جدا جدا بالمدرسة. وكانوا يعني اللفيف اللي معايا كانوا فاكر ان هي مدرسة خاصة. يعني حضرتك كمديرة مدرسة شايفة ان القائمين على العمليات التعليمية او في المحافظة موفرين لك كل سبل الراحة، ولا في مشاكل؟ لا 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 لا، مفيش الحمد لله مشاكل خالص. والتوجيه بتاعنا صراحة برضو واقف معانا، واستاذ ناصر، يعني كلهم صراحة ربنا يبارك فيهم. تمام. كلهم بيدعمونا علشان التجربة دي تنجح، واحنا ان شاء الله باذن الله هنعمل حاجات كتيره جدا. يعني احنا باذن الله هنعمل للاطفال قاعات للعلوم، اللي هو يتعلم بالتجارب والحاجات دي. كل الاطفال بيحب الممارسه، وما بيحبش ان هو يعني تقول له واحد اتنين ويتعلم كده، لا. في المنهج بتاعنا اللي هو منهج رياضه الاطفال، اللي هو حقي العب واتعلم واتعلم. تمام. يعني هو يتعلم ويلعب ويعمل كل اللي هو عايزه من خلال اللعب. حضرتك اول سنه تمسكي مديره ولا كنت ماسكه مديره قبل كده؟ لا، اول سنه ليا مديره. وخدتي ام المثاليه السنه دي النهارده تحديدا من مدرسه ثانيه، من مدرسه القوميه ولادي فيهم، وكرمت الام المثاليه. تتمني ان مثلا رجال الاعمال او النواب وكده برضو يكون ليهم مشاركه مجتمعيه مع المدرسه طبعاً. ولا والله يا ريت فعلا. احنا اصلا احنا عندنا المشاركه المجتمعيه دي ليها دور فعال في المدارس. تمام. تمام. وعندنا هنا الاخصائيه الاجتماعيه الاستاذه حنان، ربنا يبارك لها، يعني بتعمل كل جهد ان هي توفر كل ربنا يوفقها. ربنا يوفقها. شكرا.